او اللي كتفرق اللي معنيه بها الدول الاسلاميه واللي عندها دور مهم كذلك. طبعا كيف ما قلت الهدف من هاد التسجيلات هو التعريف الحمايه ديالو التعريف ديالو على الصعيد الوطني والدولي وكاع داكشي اللي يقدر هاد التعريف يقدر يجيبو وراء لهاد المنطقه. لان لما كنتكلموا على التراث المادي والتراث المادي كنتكلموا طبعا حتى على التعريف على الصعيد الدولي والسياح اللي يقدروا يجيو هاد المنطقه. وانا متاكد بان مجموعه ديال المناطق في المملكه عبر السياحة الثقافية عبر حماية على التراث المادي ولا مادي إلا وغيكون هناك يعني